طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. نعم، مثل ما شفنا في الفيديو قبل قليل بأنه قناة الرافدين راح تبث على نظام HD اعتبارا من 1/2/2022، لذا يرجى من متابعي القناة تغيير جهاز SD إلى HD. ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ لماذا انتشرت هذه الظاهرة بعد العام 2003؟ لماذا ترتفع نسب التجارة والتعاطي في صفوف العراقيين؟ هل هو تقصير حكومي بالقضاء على هذه الظاهرة؟ أم أن انتشارها أمر طبيعي بسبب الأحداث التي مر ويمر بها العراق منذ الغزو والاحتلال الأمريكي له؟ أليس انتشار المخدرات بين صفوف العراقيين أمرا متعمدا لإنهاك المجتمع العراقي؟ لماذا لا تستطيع الجهات الحكومية القضاء على ظاهرة دخول المخدرات إلى العراق؟ أليست إيران المصدر الرئيس للمخدرات الداخلة إلى العراق؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم بعنوان أرقام مفزعة لتجارة وتعاطي المخدرات في العراق، حيث كشفت وزارة الداخلية في بغداد عن أرقام غير مسبوقة لعدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بتهمة ترويج وتجارة المخدرات في البلاد منذ مطلع العام الحالي 2021. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن اللواء مازن كامل منصور مدير عام دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تأكيده إلقاء القبض على 11,907 متهمين بترويج المخدرات منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 17/12 الحالي، من بينهم 156 امرأة. بحسب مدير دائرة المخدرات فإن من بين هؤلاء 328 حدثا تحت سن 18 سنة، و 6,327 أعمارهم بين 18 و30 سنة، 3,874 شخص أعمارهم تتراوح بين 30 و40 سنة، و1,035 من 41 إلى 50 سنة. بحسب الأرقام التي أوردها اللواء مازن كامل منصور في وزارة الداخلية، فقد تصدرت العاصمة بغداد محافظات العراق في مشكلة المخدرات بنحو 2000 متورط بالترويج لها في جانبي الكرخ والرصافة. تلتها البصرة بواقع 1,871 متورط، وبابل ب 1,617، ثم محافظات أخرى مثل المثنى وكربلاء والنجف وذي قار وديالة وصلاح الدين وميسان وواسط، ثم الأنبار والقادسية وكركوك ونينوى بحسب بيان وزارة الداخلية. أكد مدير مكافحة المخدرات بأن بغداد والبصرة وبابل تعتبر من أكثر 3 مناطق في العراق جرى إلقاء القبض فيها على متهمين ومتورطين بالإتجار في المخدرات. وفي تأكيد جديد على أن جميع المواد المخدرة تصل إلى البلاد عن طريق التهريب من دول مجاورة، أكد اللواء منصور بأنه لم تسجل أي حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل العراق حتى الآن.
طبعا في السياق نفسه أكد مدير قسم الإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العقيد بلال صبحي جبر بأن 60% من الذين تم اعتقالهم هذا العام وعددهم أكثر من 11,000 هم من تجار المواد المخدرة. أشار إلى أن محافظتي البصرة وميسان الحدوديتين مع إيران تحتلان المركز الأول بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية. أما المحافظات الغربية فيتم منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سوريا عبر الصحراء، وشدد على أن المخدرات تستهدف المجتمع بصورة عامة، لكن الفئة الأكثر تضررا منها هي من تتراوح أعمارهم من 15 لغاية 25 عام. معنا اتصال محمود من الموصل. محمود، برأيك ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذي. أنا يوم 30 سنة واصل بغداد. أي اليوم 30 سنة أنا ما واصل بغداد. ألو، وياك أسمعك. ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ أنا رحت بشغلة لبغداد البارحة قشق. أي أنا من الموصل رحت بشغلة لبغداد قشق على الدور الوجدي. المخدرات بالشارع العام، حتى الشرطة واقفين. حضرت بالعلاوي وفتح المكاتب أمام الله، كل يقول هذا مشروب، والشرطة واقفين عندهم. يعني شو بيعمل؟ أنا لاحظت بعيني، تمربت وقعت. تمربت وقعت، قلت يا ما شنو فاتون؟ يا لو عمي روح لشغلك، روح. الاحزاب دمرت العراق، هاي الاحزاب علني علني تزلق النسوان بالشارع بالبياع، وطلعت على ملعب الشعب، وطلعت على الكرادة على هذا. نعم عمي بالشارع علني، يمدعتك بالله وما الله، قاعد اشوفهم بعيني، قاعد اشوفهم بعيني. وتمرضت ورديت، بس انا قاعد انزف بالبيت. قالوا لك بطلوا بالشارع اكلاوات، هو قاعد يشرب حبوب. نعم هذا عمل عمي، كل من قاوم الشركة الحزب ببغداد. انت روح على بغداد شلون جازة، مو بغداد مع الأسف، ببغداد كانت الثمانين يجتز كل واحد قاوم الشركة ببغداد. علمونا السواق، يا هاي شركة نور المالك، يا هاي مال هذا العامري، هاي مال قيس الخزعلي، مال الفياض، هاي مال البرحة السنجار، مال السنجار ما تهموا البكتة. من الكتاب دول جماعة الإزيدية، التلفزيون ذولا جماعة الميليشيات الإيرانية، وتمام تاع البكتة. نعم محمود، هاي السجن السنجاري هنا بالموصل. محمود من الموصل كان معنا. عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، 11,907 متهم، هاي فقط من بداية 2021 لغاية 17-12، يعني قبل 5 أيام بحسب بيان لوزارة الداخلية تحدث فيه مدير دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ لماذا انتشرت هذه الظاهرة وتنتشر بشكل مخيف ومفزع في صفوف العراقيين منذ العام 2003 ولغاية الآن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. نعم. بالنسبة للمخدرات أشوفه يعني بالأخص يعني التعامل ويا الشباب العراقي. يعني أشوفه أني نوع للمؤامرة على قتل الشعب العراقي، على قتل أكبر عدد من الشعب العراقي. ليش؟ لأنه مع كل الأسف اللي جاي يحكمون هم أعداء للشعب العراقي. نعم. فجاي يعني تدخل المخدرات عن بلد احنا دخلنا ويا حرب 8 سنوات. فهذا البلد لأجل رفع الاقتصاد أو تحسين الحالة الاقتصادية للشعب
فيصدر المخدرات على البلدان اللي هو مسيطر عليها عن طريق الأذرع مالته. يعني احنا اليوم جاي نشوف بالعراق الأذرع اللي الميليشيات والأحزاب الولائية اللي عن طريقها تدخل المخدرات اللي دمرت الشباب وانهكت الشاب العراقي. يعني انت شوف يوم حالات يعني كثرت بالعراق من الانتحار من القتل من امور يعني طارئة على الشعب العراقي. هاي شنو سببها يا دكتور؟ هذه سببها المخدرات اللي مع كل الاسف اللي اكو المراجع الدينية اللي هي تدعي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ساكت عن هذا الشيء. يعني اذكر لك شوف التناقضات مالتهم يا دكتور. يعني قبل كم يوم هسه احنا يعني احنا مو ضد الغناء وهذه، لا بالعكس احنا نريد اي شيء يفرح الشعب العراقي احنا وياه، لكنه شوف التناقض مال المراجع الدينيه او من يدعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني اجت حفله صارت ببغداد، انت حتما يعني سمعت بها يا دكتور. صارت هذه الحفله حفله كباقي الحفلات، واجت قبل هم حفلات، وشوفوا شلون استنفروا وقالوا احنا مستعدين ان ننزل الشارع حتى ما نقيم ما تقام هذه الحفلات. لكنهم ما سمعنا من عندهم وما شفناهم يقولون راح ننزل للشارع حتى نقضي على المخدرات ودخول المخدرات. انت تعرف كل زين احنا ما عندنا بنى تحتيه امنيه اللي تصد دخول المخدرات، واحنا جاي نعرف وتوصل للمعلومات ان يعني اللي دخول المخدرات ما حد يتعرض لها ويتفننون بدخولها. هذا ليش؟ لانه اكو بلد جار مؤذن للعراق يريد يقضي على الشباب العراقي، يريد يستفاد من خلال تدمير هذا الشعب. مع كل الاسف هذا يعني انا اشوفه هذا الموت البطيء المخدرات يعني موت بطيء للعراقي. يعني انت تشوف امر متعمد بقيه يعني ادخال المخدرات. تدري انت ايران وبحسب تصريحات رسمية 80% من المخدرات تدخل من إيران. هسه عندك هم تدخل من الأنبار كذلك، يعني هناك إحصاءات رسمية من سوريا دعا تجي مخدرات وبحماية ميليشيات وأحزاب نافذة في السلطة. أنت تعتبر أنه هذا أمر متعمد؟ دكتور عمر أنت يعني إذا أكبر جهة رسمية بالبلد اللي هي تدعي حماية المواطن اللي هي وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تقر وتعترف بأنه 50% من الشباب العراقي يتعاطى المخدرات. يعني شنو يعني أنت تفسيرك لهذه الحالة شنو؟ إذا أكو مؤامرة وأكو تواطئ من قبل أعداء العراق الشرقي والغربي بدخول المخدرات لتدمير الشباب بالعراق خصوصا، لانه العراق اصبح اليوم يعني شو مثل ما تقول اللقمه الساخه بحلوق هذه الدول اللي يعني ما شفنا منها غير الدمار لبلدنا وشعبنا. نعم انا اشكرك اخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. معنا ابو عراق من الفلوجة. أبو عراق، لماذا لا تستطيع الجهات الحكومية القضاء على ظاهرة المخدرات في العراق؟ تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ عمر. ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. ليش تزعلون لما تقولون الحكومة؟ ماكو أي حكومة أستاذ عمر الله يخليك. الحكومة التشنان هاي مؤامرة أستاذ عمر الله يخليك. حكومة هي لو تحت احزاب تحت ميليشيات. عمي هو البرنامج مالهم هيجي. هذا البرنامج لازم تكثر به هاي الشغلات كليتها، لان يعني هسه عندهم جرد يريد عدد اكثر استاذ عمر الله يخليك. اخرى وثانيه انا ما اذب اللوم على الميليشيات بس، اذب اللوم على الشعب. مو انتوا الديمقراطيه؟ نعم الديمقراطيه
جابوا لكم وياه ومبروك عليكم. عمي اي حكومه يا استاذ عمر، اي حكومه؟ عمي احنا تحت عصابات، تحت ميليشيات. نعم. شغله بيته ومؤامره. وبعد استاذ عمر شنو الهدف كل منها؟ شلون استاذ عمر؟ شنو الهدف من انه انت تقول انه هذا الامر متعمد لنشر المخدرات في العراق؟ شنو القصد منه؟ استاذ عمر قضية تجارية؟ مثل لو قضية لإنهاك المجتمع العراقي؟ فقرتين استاذ عمر، تجارية حتى ننكح بها الدولة المجاورة، وما حد يقول لك دولة إيران. اثنين لخراب المجتمع استاذ عمر. شلون شلون التربية هسه والتعليم؟ نفس الحال. هذول متعمدين عليها اولا لارضاء الدول اللي ولاهم لها. استكثر الناس ولاهم لايران مو الدولة. مهما من هو سياسي جيب لي سياسي، جيب لي معمم، جيب لي معمم خليه يطلع يقول كلمة واحدة كنا بطلبها من اهل الحماية. نعم. من المراجع اتحدى اذا يطلع على المنبر يقول دم المسلم على المسلم حرام. اتحدى ابو عراق من الفلوجه كان معنا ابو سحر من كربلاء. ابو سحر، برايك ما هي اسباب انتشار المخدرات في العراق؟ البارحه اكو بيان لوزاره الداخليه بانه تم القاء القبض فقط في العام 2021 لغايه يوم 17/12 نحو 12,000 متهم بالترويج للمخدرات. حياك الله حبيبي. يا هلا بك. اهلا وسهلا بك. يا هلا بك. حياك الله. هذا اول شيء سببها الدوله. شاب عطال بطال وين يروح؟ استجاه الى هذا الدرب. هي هاي سببها، هي هاي الحكومات هاي تسويها. شعب دمر هذا ترى هذا فضيحه فينا. هذا قياس معناته ماكو شيء يعني. هذا هو هذا دمار شغلة الدولة. والله شنو مخدرات تدخل على العراق؟ يعني دمر شعب، دمروا بهاي يردون على مود شنو يسقطون المجتمع. شنو والله شيء. هذا هي هاي سبب. انت برايك شو تقول لي؟ زين ابو سحر، يعني انت برايك يعني الحكومة أو الحكومات اللي جت خلال حكومها العراق خلال 19 سنة وإحنا هاي داخلين على 20 ما تقدر تضبط الحدود، وعلى الأقل إنه بدل ما تكون النسبة كبيرة تكون جدا ضعيفة تحارب هذه الظاهرة المدمرة للمجتمع، لو شنو برأيك؟ أي ليك هي الحدود شو هي صار لها 19 سنة؟ حدود شنو ما يضبطونها؟ يضبطونها بس هاي وراها جهاد. هاي تجارة هاي تجارة يتاجرون بيها ويصرفون بيها يودون بيها جهاد. نعم. شنو والله حدود ما يضبطونها صارت 19 سنة، مو شوية ترى 19 سنة حدود ما تنضبط. وين هي هاي الدولة؟ وين هسا الصرفيات اللي يصرفونها؟ كل هذا مش يدمرون الناس فيه. نعم. هاي بعد وراء إيران، هذا إيران لازم يدمرون نبي. وين نروح؟ أني أشكرك أبو السحر من كربلاء كان معنا. معنا أم محمد من كربلاء أيضا. أم محمد، ليش انتشرت ظاهرة المخدرات بالعراق بعد العام 2003 برأيك؟ والله هاي المخدرات من زمان حتى في كربلاء وموجودين ومعروفين وكلهم يعرفوهم، يعطون فلوس للأمن ويطبون. بس شوف اكو تمرد واكو خيانة بالعراق. نعم. المجرم على طول يلزمونه ما يأذوا. انا عندي هسه مجرم قتل اخوة وقتل اهلي، وذاك ويا موجود وهو سيد ومعروف بكربلة، السيد احمد هاشم مصطفى، عشان ما حد يحاسبه. يشوف تطبيق ومقارنة ملفات بالدولة عندنا.
والملفات بشرطة العباسية ديناب كامل كل ملفات جرائم قتل شدد نهب اختصاب اختصبوا بناتنا باقوا أراضنا لعبوا بنا لعب يقول قديم القديم يحسم الجديد هذول هم كلهم عملاء هذول هسه صاروا بالحكم العراق راح تحيد ما ظل بشي اللي يقولنا حيهم حيهم أنا قاعدة بخرابة كتلوا أخوتي كتلوا ولد اثنين طابوك ليش انكتلوا؟ شنو السبب؟ أنا ولدي اعطوني قرار رفض القرار عندي صار لعشر سنين يطلعوا لي حقوق أخو واحد أم محمد تسمعيني؟ أنا سلك ورا حولي يجي بالباب السيد ياخذني ويوديني يسوي لي معاملة يريد يعطيني يعطيني حقوق أخويا أنا أخويا شو النبي؟ وأريد ولدي اثنين أريد بيتي أنا أم اسلام ليش صار هذا الشيء وياكم أم محمد؟ أم محمد يردون يقعدون ويا داعش مقودة ما يستحون مو عب عليهم أنا هسه قاعدة بخرابة وحدي كل حقوق ما إلي أريد ولدي أريد ولدي بالقوة الجوية نفاق طائرات قصاعات أنا أكيد أم محمد كربلاء كانت معنا معنا اتصال أبو حيدر من ديالة. أبو حيدر، لماذا ارتفعت نسب تعاطي المخدرات بين الصفوف العراقيين برأيك؟ أبو حيدر يا ريت تسمعني من الموبايل وتترك التلفزيون نص التلفزيون للأخير. تفضل أبو حيدر. تسمعني؟ تسمعني تسمعني أخي العزيز تسمعني أنت؟ أنا أسمعك تفضل. دا أسمعك أنا بس ماشي نص يقطع نص التلفزيون للأخير هسه تسمعني؟ أسمعك نص التلفزيون للأخير أنا ما قاعد أسمع كل شيء ما قاعد أفهم عليك ما قاعد أسمع منك شيء يا ريت تعيد الاتصال مرة ثانية أبو حيدر من ديالة كان معنا طبعا من جهته أصدر القضاء توضيحا بشأن العقوبات القانونية بحق المتاجرين بالمخدرات وقال القاضي أحمد عبد الستار في محكمة تحقيق الكرخ الأولى في مقابلة تلفزيونية قال بأن أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين وللأسف قال القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017 يتضمن على عقوبات خفيفة قياسا بحجم الجريمة ويجب تجديد العقوبات بحسب القاضي أحمد عبد الستار لفت إلى أن الفقرة 28 أولا تنص على الفترة الزمنية للعقوبات بالنسبة للمتاجرين وتنص على السجن المؤبد والمؤقت بحسب الجرم والفقرة 28 سادسا تتعامل مع نوعية المادة المخدرة وتصل إلى مستوى جنحة وعقوبتها السجن 5 سنوات وهذه عقوبة مخففة كما قال القاضي واقترح تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات لمكافحة هذه الآفة وفق تشريع قانوني جديد أكد بأن محكمة الكرخ الأولى تستقبل 20 موقوفا بتهمة المتاجرة أو حيازة المخدرات كمعدل أسبوعي وهذا عدد كبير لو قسمنا الأمر على مدى عام بحسب تصريح القاضي أحمد عبد الستار معنا اتصال علي من البصرة تفضل علي علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك علي انتشار المخدرات في العراق برأيك ليش دعا تزداد هذه الحالة الخطرة في المجتمع العراقي يا ريت تسمعني من الموبايل مباشرة وتنصي التلفزيون للأخير حتى نقدر نفتهم عليك إن شاء الله تفضل عيني نعم. موضوعك طبعا على المخدرات والحيشة نعم شبط كنه الربط اللي انطلع حتى على الشاشة الحشد والفصائل المسلحة هذا سؤالي وياك جاوبني عادي منو اللي بس قل لي منو أنا ذكرت الحشد لا انت ما ذكر الحشد ماشي منو اللي ذكرها تطالع منو اللي ذكرها لا انت تنطلع على الشاشة انا اسألك سؤال جاوبني عليه انت مطلع على الشاشة صور الحشد موجودة عندك هسه على الشاشة
والفصائل المسلحة. لا هذه صور عامة عن العراق. هذه صور عامة عن العراق. صور عامة. أستاذ عمر. نعم. قبل فترة. نعم. قبل فترة دخلت مخدرات وحشيشة. وإن شاء الله ما مخفية عليك القضية والشارع العراقي كله يعرفها من الإمارات. هذه إجتنا من الإمارات كافة نوعية الحشيشة والمخدرات والإعلام العراقي وكل القنوات حقيقة ما سلطت الضوء على هذا الموضوع. من ما أعرف شنو الأسباب. من اللي لزم الحكومة أعلنت هذا الشيء؟ الحكومة لزمتها بالبصرة. تمام أعلنت هذا الشيء؟ الحكومة إيه الحكومة لزمتها بالبصرة وأكيد. لا أنت قلت كثير من القنوات ما سلطت الضوء على هذا الموضوع. لم يسلط الضوء على هذه اللي جاية منك. الحكومة أعلنت من الإمارات. إيه من الإمارات كلش بالضبط من الإمارات. ماشي دزلنا يا على الواتساب هذا البيان أو المقطع أو الخبر. يعني أستاذ عمر يعني أنتم هاي المعلومة ما وصلتكم؟ معقولة؟ زين ماشي وقبلها منين جت المخدرات وهسه منين دعت تجي؟ وين دور الحكومة؟ الحكومة؟ إيه شوف أستاذ عمر خلي أقول لك إياها بحقيقة يعني أنا أتكلم لك بصورة صحيحة. نعم. هذا الإعلام هسه اللي قاعد ينشر وعلى أساس أكو مخدرات موجودة بالبصرة وموجودة بالعمارة وموجودة بالإنبار وموجودة في كربلاء والنجف. شوف خلي أقول لك إياها. نعم. ثلاثة أرباع هذه هسه اللي موجودة الأسامي اللي طرحوها هذه أكذوبة وليس حقيقة. أنت مو تقول جاية وجبة. إذا هم صادقين. انت مو تقول اكو وجبه جايه من الامارات زين وزاره الداخليه تكذب بيان رسمي لوزاره الداخليه تقول تم القاء القبض على 11907 من المتاجرين بالمخدرات بس بعام 2021 دا تكذب علينا وزاره الداخليه القضاء دا تكذب شنو بيانات رسميه استاذ عمر انا مو اقول لك هيك يكذب لو ما يكذب بس قاعد اقول لك يقولون هم يتعاطون من الشعب العراقي هكذا يتعاطون هكذا وين اللي يتعاطون يا اخي وين يتعاطون يعني معقوله الشعب العراقي كله قاعد ياخذ مخدرات لا ما حد قال كل الشعب هي الوجبه وانكبت على الطريق يعني اكو انا ما اقول لك ماكو بس مو بهاي كثر يا اخي ابو حسين بس على كيفك ما حد قال كل حبيب. الشعب العراقي ده ياخذ مخدرات ولكن هذه الآفة في ارتفاع في المجتمع العراقي شو تقول؟ أستاذ عمر غير واجب الحكومة محاربة هذه الظاهرة بالتأكيد احنا نطالب محاربة هذا الشيء نطالب محاربة هذا الشيء أستاذ عمر بس مو بهاي الكثرة مو هاي الأعداد اللي تعطيها وزارة الداخلية لا انا ما اقتنع من وزاره الداخليه شو ما وزاره تقتنع. الداخليه ليش ما عرفت في هاي وظيفتها يا اخي هي مو مال احنا ما قاعدين بقهوه نتبادل الاراء هذا دا يطلع لك صوره وصوت وجايه احصاءات دوليه هسه اذا عفنا وزاره الداخليه نجي على مديريه مكافحه المخدرات التابعه للامم المتحده وشوف النسب بارتفاع انا اشكرك علي من البصره كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم
أهلا بكم من جديد. طبعا تعتبر آفة المخدرات في المجتمع العراقي من الظواهر الدخيلة على البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، ويقول مختصون بأن التهريب عبر إيران وسوريا تسبب في إغراق البلاد وتحولها لدولة عبور أيضا لمناطق ودول أخرى. خلونا نشوف صورة جدول، هو إحصائية لعام 1996. هذه الصورة فيها بعنوان قضايا المخدرات في الدول العربية. لو نجي على العراق، طبعا تقديرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، لو نجي على العراق وهو الرقم 11 في هذه الجدول أو في هذا الجدول، إذا تجي على العراق كزراعة ما كان بي، كإتجار حالتين، شوف حالتين فقط، كتعاطي ما موجود، المجموع اثنين، يعني فقط حالتين لعبور المخدرات من وإلى عبر العراق. هذا جدول في عام 1996. أما اليوم فحدث ولا حرج عن نسب تعاطي المخدرات، ورح نجي عليها بعد شوية، أنه هناك تصريح لأحد المسؤولين أو أحد القضاة في المجلس القضاء الأعلى يتحدث بأن نسبة إدمان الشباب مخدرات قد تصل إلى 50%. معنا محمد من أمريكا. محمد، لماذا أصبح العراق بلد يستورد أو يتم تهريب له هذه المخدرات ويتم تعاطي نسب كبيرة ويتم تصدير؟ يعني اليوم العراق يتم إدخال هذه المخدرات، تنتشر بين صفوف الشباب. وزارة الداخلية صرحت اليوم هناك فقط في عام 2021 11,907 تم إلقاء القبض عليهم وهم من تجار المخدرات. شلون نقدر نفسر هذه الحالة؟ تفضل محمد. محمد من أمريكا تسمعني؟ محمد، هناك مشكلة في الاتصال مع محمد من أمريكا، يرجى إعادة الاتصال بنا. طبعا يقول عضو نقابة المحامين العراقي محمد الدايني لصحيفة العربي الجديد بأن العراق بحاجة إلى تغليظ القانون الخاص بتجارة وترويج المخدرات، وقبل كل شيء تفعيل القانون في مواجهة الجميع، لأن جزءا كبيرا من تجارة المخدرات بات محميا بسلاح بعض الفصائل المسلحة النافذة في العراق. أضاف الدايني بأن أكثر من 70% من الجرائم الجنائية في المجتمع يرتكبها أشخاص كانوا تحت تأثير مواد مخدرة. هذا تصريح من رئيس نقابة المحامين. 70% ممن يرتكبون الجرائم هم ممن الذين تعاطوا المخدرات. يضيف سيما منها جرائم العنف المنزلي، واعتبر بأن الحكومة بحاجة إلى إعلان الحرب على تجار وشبكات المخدرات بدرجة لا تقل عن حربها ضد تنظيم داعش، لأن الأزمة تتفاقم داخل المجتمع وهناك ضحايا يسقطون يوميا بسببها، خاصة وأن الفقر والبطالة التي تسبب بها الفساد طوال السنوات الماضية باتا يفاقمان هذه الأزمة كثيرا. طبعا أكثر أنواع المواد المخدرة تعاطيا في العراق بحسب التقارير الرسمية وبحسب الدراسات هي الكريستال الأبيض والحشيشة وحبوب الكبتاغون، ومعظمها تدخل إلى البلاد عبر الحدود الطويلة مع إيران التي تمتد لأكثر من 1500 كيلو متر، وكذلك من سوريا. معنا اتصال أبو مريم من الرمادي. أبو مريم، كيف تفسر ارتفاع نسب تعاطي والإتجار بالمخدرات في العراق؟ أبو مريم تسمعني؟ أبو مريم، تفضل أبو مريم. السلام عليكم أخوي عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا أخي. اسمعني من التلفون، اترك التلفزيون. السلام عليكم أخوي عمر، بس أريد أرد على كلام الأخ علي بن البصرة. نعم. اللي قبل شوية يقول اتهم الإمارات. من اتهم الإمارات يا أخي، ليش ما راح بلغ الحكومة العراقية بأنه هناك مخدرات تعبر من الإمارات؟ ليش ما قال إيران وهي سبب المخدرات يا أخي اللي تعبر؟ العراق هي إيران، الحدود مفتوحة لإيران،
ليش اتهم الامارات؟ ليش مو هو ما يقول اتهم الامارات غير يروح يبلغ الحكومه العراقيه هناك مخدرات تعبر من الخليج؟ ليش ما يقول ايران؟ ليش يتهم الامارات يا اخي؟ مو هذا شيء معروف، المخدرات كلها تجي من ايران. نعم، قبل ثلاث سنين بالدرجة الأولى إيران، أبو مريم، بالدرجة الثانية سوريا. نعم، قبل ثلاث سنوات رشيد فليح وكان في وقتها يشغل مسؤول عمليات البصرة صرح صراحة أمام شاشات التلفاز بأن 80% من المخدرات تأتي من إيران. نعم، نعم. صحيح، تصريحه صحيح 100%. نعم، هذا شيء موثوق أخي، موجود اعترافات. زين مو زي يطلعون ذولا يطلعون يا أخي تجار المخدرات مو يطلعون على شاشات التلفزيون وده يعترفون ده يقولون المخدرات تأتي من إيران؟ نعم، هناك يا أخي سياسيين، يا أخي السياسيين هم يعرفون. هناك أخي لازم هناك دولة قوية تمنع هذا الشيء من دخول مخدرات إلى العراق. يعني هسه المعلم يروح للمدرسة يشرب له حباية ويروح يضرب له طالب الكتلة. هاي وين صايرة هذه؟ ما أصلاً أخي أخوي زين شو نفسر أبو مريم؟ إحنا قبل شوي عرضنا جدول لقضايا المخدرات في الدول العربية لعام 1996، العراق كان بلد صفر، يعني ما بي أي أحد يتعاطى. شنو اللي تغير؟ شنو اللي تغير بعد العام 2003 برأيك؟ هل هو أمر متعمد؟ هل هو تقصير من قبل الجهات المختصة؟ يعني حتى يعلن بين الحين والآخر بأن هناك يعني منتسبين متاجرون بالمخدرات. نعم اخي، اكو هوايه مسؤولين يا اخي، هم اللي يتاجرون، هم اللي ينطون مجال لهذول التجار بدخول ناس متعمدين. نعم. حتى يا اخي حتى يقضون على البشر، حتى يقضون على البشر يا اخي. يا اخي صار عمره 58 سنه، من السبعينات الى حد 2003 لا توجد مخدرات في العراق بال 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 بالدنيا كلها يا أخي. من جت هالحكومة هذه دمرت العراق بالمخدرات بالاختيالات بالقتل، ما عدنا أي شيء أخي. نعم. ما عدنا أي شيء. بس أنا هذا الأخ علي بن البصرة من يقول الإمارات يا أخي، ما زال أنت تدري بالإمارات تهرب المخدرات، ليش أنت رجل صير رجل وطني وروح خبر الجهات المعنية يا أخي هاي المخدرات جت من الإمارات؟ ليش متهم الدول؟ ليش ما تقول إيران؟ والحدود مفتوحة يا أخي، الحدود مفتوحة. عمي قانون ماكو، دولة ماكو، هي هذا السبب يا أخي. ياكو قانون صحيح، قانون الصحيح أقول لك يا، من الثمانينات إلى 2002 حباية مخدرات ما طب العراق، من 2003 لحد الآن أصبح العراق يتاجر بالمخدرات. نعم. والشعار وهو واقع بها المواطن. نعم، وأنا أشكرك عمر. أنا أشكرك يعني أبو مريم من الرمادي. محمد من أمريكا يعاود الاتصال بنا، تفضل محمد. ألو، السلام عليكم عمري. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. أخي هي المخدرات مو يا يقول هذا الشخص الثاني كان يقول من الإمارات، ليش ما يقول من إيران؟ يخافون يقولون من إيران، مو إيران يصور خوالهم إلى حاطين صور خملة ببيوتهم، صور قاسم سليماني. هم قالوا اهل المخدرات اهل العمايم، هم دمروا العراق من 2003 حد الان. عمي بالثمانينات ماكو حبايه ما طب للعراق. عمي الله يرحم ذاك الوقت، الله يرحم ابو هدله، وجابوا له ذول الحساله مال اهل العمايم اهل المخدرات تابعين لايران، الله ينتقم عليهم. هجموا للبلد هجم، ما خلوا عليه شيء، حششوا للبلد حشيش، مخدرات طبوا عليه كل شيء، انواع قتل وسلب تهجير ونهب، هم بس فالحين بيها اهل العمايم قاعدين بكربله والنجف. كفيلك محمد، كلهم اهل الكربله والنجف كلهم يحششون، كلهم يبلعون يضربون مخدرات. لا تقولوا لي مرجعيه ومرجعيه، يا مرجعيه عمي كلها مرجعيه تابعه لايران، ليست مرجعيه في العراق يعني شريفه.
مرجعية إيرانية. اتهام اتهام الكل يحتاج إلى دليل. زين محمد، يعني هي هاي قضية المخدرات، يعني 11907 فقط اللي تم إلقاء القبض عليهم بحسب بيان وزارة الداخلية فقط في عام 2021. ذول اللي تم إلقاء القبض عليهم، اللي تم إلقاء القبض عليهم، يعني هذه النسبة، نسبة انتشار المخدرات بالعراق، شنو الهدف منها؟ والله بالعمي كل شغلة الأحزاب وهل العمايل هسه يطلعوهم دولة كذا بكلام هيك، هذا كلام عندي بس قدام الشاشة. كفيلك محمد، هم التجار، هم بدر ما بدر، دولة جماعة هادي العامري الخزعلي هذا مقتدى، كلهم كفيلك الله، عمار حشك، عمار الجرو، كلهم مالين الإيران، هم دولة لا هم تابعين لهم، دولة التجار لهم متابعين. كفيلك الله هاي كلام هندية يطلع كياب هذا ذاك، وكذا يفتر كثيرك محمد، يفتر ببغداد، يفتر بالمحافظة، ولد الخايبة بالسجن، كل شيء ما عندهم بالسجن. هذا والله السني أربع رهاب، والله الشيعي ذاك يبيع مخدرات، كل شيء ماكو. كفيلك محمد هاي لعبة إيرانية قذرة حجار. محمد من أمريكا كان معنا. أحمد من أربيل، تفضل أحمد. أحمد من أربيل، أحمد، أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أحمد. شلونك أستاذ عمر؟ يا هلا بيك. عيني، إحنا نطالب بالعفو. بالعفو العام وليس الخاص. لأن السجن أغلبيته 99% كله أبرياء. نعم. فأنا طالب من الكاظمي الصدر، يعني يا هو اللي يسمع صوتنا، نطالب بالعفو. نعم. أنا أشكرك أحمد من أربيل كان معنا. طبعا في أيار مايو الماضي كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق بأن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50%، عازيا الأمر إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ونقل بيان للمجلس عن قاضي محكمة تحقيق المسيف في بابل نبيل الطائي قوله بأن نسبة الإدمان قد تصل إلى 50% بين الشباب، لكن هذا الأمر غير مكتشف بشكل رسمي بحسب القاضي. طبعا أضاف بأن الأشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويروجون لها موجودون في كل المناطق وليس في منطقة محددة، لكن يقول نستطيع القول بأن النسبة الأكبر وحوالي 70% منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية. أشار الطائي إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤدي إلى إقدام الكثير من الأشخاص على تناول المواد المخدرة ظنا منهم بأنها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم. ولفت إلى أن جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء فيها، ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الانتاج العالمي للمخدرات، كما أن لتطور تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات دورا حيويا في تسهيل انتشارها. وقال القاضي الطائي بأن دعوى المخدرات في المحاكم كبيرة جدا، والخط البياني في تصاعد مستمر. خلونا نقرأ في الدقائق الأخيرة بعض رسائل واتساب. يقول تحية حب لكم الأعزاء في قناة الرافدين، مبارك لكم تحول البث HD، إن شاء الله على 1/2/2022 يتحول البث إلى HD، خبر أفرحني كثيرا، ربي يوفقكم. نشكرك أخي حيدر. يقول آفة المخدرات أتت للعراق من الجارة، وعلى قولة المثل كومة حجار ولا هالجار. حيدر كريم من ذي قار. رسالة يقول فيها أبو محمد بن النرويج، يقول السلام عليكم، تحياتي لك أستاذ عمر ولقناة الشعب العراقي المظلوم، قناة الرافدين البطلة. يقول أستاذ عمر، العراق بعد أن كان خالي من المخدرات أصبح اليوم مصنعا ومروجا ومصدرا للمخدرات بفضل هذه الكيانات السياسية الفاسدة التي تحكم العراق من بعد الاحتلال البغيض ليومنا هذا، وكل هذا بفضل جارة السوء إيران. ويفخر ويقول بأن 50% من الشباب يتعاطون المخدرات بحسب إحصاءات رسمية، كما ذكرنا
في قبل قليل على لسان أحد القضاة في مجلس القضاء الأعلى. رسالة من أخوكم أبو قصور من بغداد يقول السلام عليكم، يقول سبب مجيء المخدرات، يقول إيران تريد أن تنتقم من العراق لسبب الحرب لانتصاره فيها، وتريد تحطيم العراق حتى الشباب ميوعون قبل أو بالبداية يتعاطى والتجارة كان إعدام مباشرة، يقول إن شاء الله يسحلون مع الذيول. رسالة طويلة من أحد الأخوة يقول فيها أستاذ عمر تحية لك ولقناة الرافدين، يقول العراق تعرض إلى مؤامرة كبرى من قبل الدول لغرض تمزيق نسيج الشعب العراقي وإرجاع العراق إلى العصور القديمة. إذن أرقام مفزعة وكبيرة لتجارة وتعاطي المخدرات في العراق أصدرتها وزارة الداخلية وبالتحديد مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.